أعزائي هذا الفيديو خاص بي وحصري، حيث إني لم أجد في اليوتيوب محتوى مشابه لهذا الفيديو لحد الآن. أعزائي وللتنويه، أنا لا أتكلم في هذا الفيديو عن سعة البطارية، حيث يوجد في الأسواق جهاز سهل الاستعمال ويمكن معرفة سعة البطارية من خلاله، وأنا عادة لا أستخدم هذا الجهاز حيث إنه يحتاج إلى وقت طويل جدا. هب إن لديك منظومة مكونة من مجموع بطاريات الليثيوم 12 فولت 100 أمبير، يعني هذه المنظومة تحتوي تقريبا على 150 بطارية. إذا أردت أن تفحص 150 بطارية بهذا الجهاز فتستغرق وقت طويل. لذلك أعزائي أستخدم طرق علمية سهلة جدا وسريعة أيضا، دقتها ليست بدقة هذا الجهاز، طبعا إذا كان جهاز أصلي للعلم، ولكن أصل إلى دقة عالية بها، أقصد بهذه الطرق طبعا. وأنا اليوم سوف أتكلم أعزائي عن قياس جهد البطارية أثناء الحمل، وإذا نجحت بالاختبار أعزائي لا أحتاج أن أبحث سعتها. أنا شخصيا هذا عملي، لأن فحص السعة يحتاج إلى وقت، خاصة إذا كان لدي بطاريات كثيرة. أما إذا فشلت بالاختبار كمجموعة، يمكن أن أقيس سعة كل بطارية على حدة، أختبر هذه البطاريات مربوطة على التوالي، فولتيتها 12 فولت، سعتها 2 أمبير ساعة، أختبرها، أختبر فرق الجهد أثناء التحميل. إذا نجحت بالاختبار كان به، وإن لم تنجح بالاختبار أفصخها، أختبر كل بطارية على حدة بنفس الطريقة، أو أفحص سعة كل بطارية على حدة بالجهاز الخاص. أعزائي لنذهب إلى الورشة ونصنع هذا الجهاز ونتعلم كيف نختبر فرق الجهد أثناء الحمل. أعزائي أهمية هذا الفحص، إذا وضعت هذه 3 بطاريات اعتبرها 12 فولت وأجعلها ضمن مجموعة من البطاريات، أربطها على التوازي لأصل على أمبير ساعة معين، وكان في هذه المجموعة بطارية واحدة يحدث بها هبوط كبير بالفولتية أثناء العمل أو أثناء التفريغ، فسوف تؤثر على باقي البطاريات جميعا. ولهذا ولأن بطارياتي مستعملة، وأيضا بهذه الطريقة نفحص بطاريات مستعملة إذا كانت ضمن مجموعة ونريد أن نعرف الصالح والتالف منها، يجب فحص فولتياتها أثناء التفريغ. فلهذا اليوم نريد أن نصنع جهاز لنعرف مقدار الهبوط في فولتية بطارية الليثيوم أثناء العمل أثناء التفريغ. عزيزي أريد أن أصنع هذا الجهاز بنفسي ومن الخردة وأعلمكم كيف تصنعونه. في البداية سوف نعمل قاعدة لهذه البطاريات، عمل القاعدة سهل جدا، لذلك سوف يتم تسريع الفيديو. عزيزي هنا سيكون الموجب، وهنا سوف نثبت شريط بواسطة برغي، وأتأكد أن الموجب سوف يكون على رأس البرغي. أعزائي سوف يكون هنا نابض لدفع الموجب نحو البرغي، وهنا سوف يكون نابض وشريط لاستخراج سالب منه. هذه الفحمة لا أحتاج للفحمة، أحتاج للنابض فقط، إن وجدتم نابض في مكان آخر فلا بأس. بعد قطعه بالطول المناسب نعمل به هكذا ليكون مكان للبرغي. من هنا نستخرج نابض وشريط، وهذا القطع ليكون النابض في الوسط. نتأكد من القاعدة والقاعدة تعمل والحمد لله. أعزائي هذا محرك كهربائي لدريل شحن 12 فولت سوف يكون هو الحمل لدينا.
سوف نقوم بإيصال السالب مباشرة، أما الموجب فيمر عبر المفتاح، ومن المفتاح يذهب للموجب ويكون جاهز للعمل. أولا وقبل الفحص انظر إلى تيار هذا المحرك الكهربائي، تقريبا 1.6 أمبير، أما بطارية الليثيوم فسعتها 2 أمبير ساعة تقريبا، أي إني وضعت محرك كهربائي أقل من سعة البطارية بقليل ليكون الاختبار دقيق، ثم أشغل لأقرأ فرق الجهد. الآن أفصل الأوميتر لأبدأ الاختبار. انتبه عزيزي إلى نقطة مهمة، يجب أن نضع محرك كهربائي مصمم على أن يعمل على بطاريات الليثيوم وأن يكون ذو قدرة جيدة مثل دريل شحن، وأن يكون مجموع فولتيات البطاريات المراد فحصها تشابه فولتية المحرك، وهذا المحرك 12 فولت وهو دريل شحن ذو قدرة مناسبة. الآن سوف نبدأ بالفحص. أعزائي تقرأ 11.35 وهي جيدة، بحيث أن كل بطارية تقرأ 3.75 وذلك بقسمة 11.35 على 3 بطاريات، أما هذه عزيزي فغير صالحة للاستعمال، وإذا كانت متروكة لفترة طويلة يمكن أن توضع على الشحن البطيء ويعاد فحصها، أما إذا كانت ضمن منظومة شغالة فيجب رميها، حيث أن أقل فولتية يجب أن لا تقل عن 10.8 فولت، ومن الخطأ أن تضع في المنظومة بطارية تقرأ أثناء التفريغ أقل من 10.8 فولت، لأنها سوف تتسبب في إتلاف المنظومة. عزيزي انظر، قراءة البطارية الواحدة 3.87 وهي عالية، والثانية 3.83 أيضا عالية، ومجموع البطاريات أن تجمع كل البطاريات ويكون 11.63، ولكن عند التشغيل على الحمل فإنه لا يعتمد عليها بأن تكون ضمن منظومة، أقصد ضمن منظومة بأن أجعل مجموعة من البطاريات على التوازي لأصل إلى 50-75-100 أمبير ساعة أو أكثر، وهذه البطارية أستبعدها من النضيدة لأنها سوف تؤثر سلبا على باقي النضائد الأخرى، لأني عندما شحنتها وصلت إلى طاقتها الكاملة 3.8 فولت، ولكن كان لها هبوط كبير بالفولتية أثناء الحمل، عكس هذه تبقى محافظة على فولتيتها. ولأفحص هذه أعزائي، أعزائي هذه 11.5 تقسيم 3 وتساوي 3.8، أي أن هذه البطارية أثناء الحمل فولتيتها 3.8، مع العلم أن الفولتية المحددة من قبل الشركات 3.6، يعني 3.6 في 3 10.8، ويمكن أن نضع هذه البطاريات من ضمن نضيدة. أعزائي دققوا معي في فحص هذه البطارية، الفولتية 10.5 أو أقل. عزيزي يمكن فحص كل بطارية لوحدها 3.6 وهذه جيدة، والخلل من إحدى أو كلتا البطاريتين 3.3 فولت، ويجب أن تقرأ أكثر من 3.6 فولت، وهذه هي أعزائي 3.3 فولت. أعزائي تبين لي أن هذه البطارية جيدة وأن هاتين البطاريتين فيها خلل، فلذلك أعزائي هذه البطارية تفحص من جديد، أصنع مثل هذا الجهاز وأستبدل المحرك 12 فولت بمحرك آخر مصمم على أن يعمل على بطارية ليثيوم واحدة على أن يكون أمبيره تقريبا 1.6 أمبير، أو أن أفحص السعة بالجهاز الخاص بفحص السعة. وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.